إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، إخوة الإسلام والإيمان، نقف في هذه الخطبة المباركة إن شاء الله مع بعض المعاني عن معاني لا إله إلا الله، ومع بعض الفوائد من فوائد كلمة لا إله إلا الله. نعم أحبتي في الله، هذه الكلمة، كلمة لا إله إلا الله، هذه الكلمة هي التي فطر الله تبارك وتعالى السماوات والأرض عليها. هذه الكلمة التي خلق الله تبارك وتعالى الكون لأجلها. نعم هذه الكلمة، هذه الكلمة المباركة التي خلق الله تبارك وتعالى الملائكة والإنس والجن لأجلها، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. نعم هذه الكلمة المباركة من أجلها خلق الله تبارك وتعالى الجنة والنار. نعم بهذه الكلمة انقسم الناس إلى قسمين، شقي وسعيد. نعم من أجل هذه الكلمة أنزل الله الكتب وأرسل الرسل والأنبياء عليهم الصلاة والسلام. وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. نعم من أجل هذه الكلمة، من أجل هذه الكلمة أمر الله تبارك وتعالى الرسل والأنبياء وأن يدعو الناس إلى لا إله إلا الله. نعم أول شيء دعا إليه الرسل عليهم الصلاة والسلام، أول شيء دعا إليه الرسل والأنبياء عليهم الصلاة والسلام كلمة لا إله إلا الله، فما أعظمها من كلمة. نعم فأوذوا بسبب لا إله إلا الله، وحوربوا بسبب لا إله إلا الله، وقتلوا بسبب لا إله إلا الله، ونالوا ما نالوا من الصعوبات بسبب لا إله إلا الله. نعم وثبتوا أيضا من أجل لا إله إلا الله، فما أعظمها من كلمة، وما أجملها من كلمة، وما أحسنها من كلمة. نعم يحبها كل مؤمن بالله تبارك وتعالى، ويبغضها كل متكبر عنها. نعم وإذا أردت معرفة الخلل في العبد ففتش عن تقصيره في حق لا إله إلا الله. طيب العبد وحسن العبد ولطافة العبد بمقدار ما عنده من معاني وتطبيق للا إله إلا الله. إذا أردت أن تعرف حقيقة العبد فاعرف مقدار ما عنده من معاني والتمسك بلا إله إلا الله، وتطبيقه للا إله إلا الله، واتباعه للا إله إلا الله. نعم أفضل الكلام
وأطيب الكلام، أطيب كلمة على الإطلاق، وأعظم كلمة على الإطلاق، وأحب كلمة إلى الله عز وجل، وأثقل كلمة في ميزان العبد يوم القيامة، يوم الحسرة والندامة. نعم أيها المسلمون، وكم من الناس صرفوا هذه الكلمة عن ألسنتهم وعن قلوبهم وعن أعمالهم فأبعدهم الله عز وجل. وكم من مخذول حارب هذه الكلمة خذله الله عز وجل. وكم من متكبر ومتعال عن هذه الكلمة قصمه الله عز وجل. نعم هذه الكلمة فمن عاش عليها فهو فائز في الدنيا وفي الآخرة، ومن ابتعد عنها فبمقدار بعده فهو يعيش في شقاء، ويعيش في ضنك، ويعيش في ندامة، ويعيش في خسارة ليس من ورائها خسارة. نعوذ بالله من ذلك. فيا حسرة الطغاة، يا حسرة على الطغاة عن هذه الكلمة، يا حسرة على المجرمين، يا حسرة على المتكبرين عن هذه الكلمة، يا حسرة على الغافلين عن هذه الكلمة، يا حسرة عليهم عن هذه الكلمة، يا حسرة على كل من ابتعد عن هذه الكلمة. نعم حين تبلغ النفس الحلقوم، يا حسرة على كل من ابتعد عن هذه الكلمة. حين تبلغ النفس الحلقوم يقول الله تبارك وتعالى: فلولا إذا بلغت الحلقوم وأنتم حينئذ تنظرون، ونحن أقرب إليه منكم ولكن لا تبصرون، فلولا أنكم غير مدينين ترجعونها إن كنتم صادقين. فيا حسرة على كل من ابتعد عن هذه الكلمة. نعم، ويا سعادة من تمسك بها، ويا سعادة من عاش عليها، ويا سعادة من فهمها، ويا سعادة من أخذ بها، ويا سعادة من عاش معها في الدنيا، ويا سعادة من رزقه الله هذه الكلمة عند موته. فمن رزقه الله هذه الكلمة عند الممات فهو يعيش في جنة عرضها السماوات والأرض. نعم يا سعادة المقنين، يا سعادة المؤمنين بهذه الكلمة، ويا سعادة المقنين بهذه الكلمة، ويا سعادة من عرف هذه الكلمة، ويا سعادة من عاش مع هذه الكلمة. نعم، لذلك أن المؤمن يعيش في هذه الدنيا كما ضرب الله تبارك وتعالى في كتابه مثلا عجيبا لو تأمله الإنسان لاستشعر أنه بقدميه على الأرض وهو في السماء. لو فهم العبد هذا المثل العظيم في القرآن الكريم لاستشعر أنه فقط بقدميه على الأرض. ماذا يقول الله عز وجل؟ كيف ضرب هذا المثل؟ كيف يشبه الإنسان بشجرة مثمرة نافعة أصولها ثابتة في الأرض وفروعها طالعة إلى السماء، ثمرها دائم لا انقطاع لثمرها أبدا؟ ماذا يقول الله عز وجل؟ تأملوا، يقول الله عز وجل: وتلك الأمثال نضربها للناس وما يعقلها إلا العالمون. وتلك الأمثال نضربها للناس وما يعقلها إلا العالمون. ماذا يقول الله عز وجل في هذا المثل؟ ألم تر كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء تؤتي أكلها
كل حين بإذن ربها ويضرب الله الأمثال للناس لعلهم يتذكرون. ومثل كلمة خبيثة كشجرة خبيثة اجتثت من فوق الأرض ما لها من قرار يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة ويضل الله الظالمين ويفعل الله ما يشاء. تأملوا بارك الله فيكم. شبه الله تبارك وتعالى العبد المؤمن بالنخلة بشجرة النخيل بشجر النخيل. الله تبارك وتعالى ضرب هذا المثل لمنفعة الناس لينتفعوا من هذا المثل العظيم، لأن الأمثلة في كتاب الله عز وجل ضربها الله تبارك وتعالى من أجل أن تقرب الفهم الصحيح إلى العبد. بارك الله فيكم. الله تبارك وتعالى ضرب هذه الأمثلة لحكم عظيمة لمنفعة العبد، لمنفعة العبد، لأنه بهذه الأمثلة يتقرب إليه الفهم الصحيح فيفهم من هذه الأمثلة مراد الله تبارك وتعالى في الآيات في الأوامر وفي النواهي. بهذه الأمثلة يتعرف على العمل الصالح، بهذه الأمثلة يتقرب إلى الأعمال الصالحة التي تقربه إلى الجنة، بهذه الأمثلة يتعرف على الأعمال الخبيثة من أعمال أهل النار ويجتنب بذلك من أعمال أهل الشر وأهل النار. لذلك ضرب الله هذا المثل كمثل العبد المؤمن كلمة لا إله إلا الله في قلبه كشجرة النخلة. هذه الشجرة أصلها ثابت في الأرض وفروعها في السماء تعطي النفع والثمار الطيبة، وكذلك إذا تأصلت هذه الكلمة في قلب العبد وإذا رسخت في قلب العبد وإذا باشرت بشاشة قلبه لا شك ولا ريب، إذا ثبتت المعاني في قلبه علما واعتقادا لا شك ولا ريب ثمارها الأقوال الطيبة، ثمارها الأفعال الحسنة، ثمارها الأخلاق العظيمة، ثمارها الآداب الجميلة، لا شك ولا ريب. فكلما رسخت في قلب العبد كلما تعرف على العمل الصالح. وأعظم شيء يثبت العبد عند المصائب وعند الآلام والأوجاع وعند البلاء هذه الكلمة المباركة، فبمقدار هذه الكلمة في قلب العبد يزيد عنده الثبات والصبر والجلد والتحمل في سبيل الله عز وجل. وكلما نقصت معاني هذه الكلمة من قلب العبد فهو كشجرة هزيلة تغريك من بدايتها، ليس لها أصول في الأرض، تغريك بألوانها وتغريك بجمالها، ولكن ليس لها أصول، فإذا بأي شيء تأثرت بالماء والأمطار والعواصف والرياح فلا تتحمل أي شيء. هكذا
العبد الصالح إذا ثبتت هذه الكلمة وإذا رسخت في قلبه وهو كالنخلة لا يهزها الرياح أبداً أبداً، ولا تسقط ثمارها أبداً، لا بالرياح ولا بالأمطار أبداً. أعمالها أعماله صاعدة إلى الله عز وجل، أعماله أي ثمارها، ثمار هذه الكلمة إذا رسخت في القلب ثمارها مباركة، ثمارها عظيمة، ثمارها جميلة، ثمارها مرضية عند الله عز وجل، ثمارها مقبولة عند الله عز وجل، يحبها الله تبارك وتعالى. نعم، الله تبارك وتعالى يحب هذه الكلمة ويحب ثمارها ويقبل ثمارها، وتجدها أيها العبد عند الله تبارك وتعالى، عند الله تبارك وتعالى. لذلك فضرب الله تبارك وتعالى هذا المثل ليفهم العبد. النخلة تعطي ثمارها كل حين بإذن ربها، فلا إله إلا الله إذا رسخت في قلبك تعطي ثمارها في كل حين، في المساء والصباح، في الليل والنهار، إلى أبد الآبدين. الله تبارك وتعالى يقبل منك كل الثمار من ثمار هذه الكلمة. وأما الكلمة الخبيثة، كلمة الكفر وكلمة الشرك بالله عز وجل، أبدا ليس لها أصول، ليس لها ثبات، ولا لها ثمار، ولا لها ثمار. مهما عمل صاحبها لا ينفعها ولا تصعد إلى الله عز وجل، بل تزيده عذابا وتزيده ضنكا وتزيده عارا وتزيده خزيا يوم القيامة. لذلك هذه الأمثلة إذا تأملها العبد لا شك ولا ريب أنه يتعلق بالله عز وجل، ويتعرف على الله تبارك وتعالى، ويعرف عظمة الله تبارك وتعالى، ويعرف لماذا خلقه الله عز وجل، ويعرف لماذا هو على الأرض، ويعرف قيمته بعدما عرف الله تبارك وتعالى، يعرف ضعفه ويعرف ذله وانكساره بين يدي الله تبارك وتعالى. هذا ما وفقني الله تبارك وتعالى أن أنقله لكم من كلام أهل العلم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين، فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. My brothers and sisters in Islam, today in this khutbah, inshallah, we're gonna try to mention some benefits about the word of La ilaha illallah. We'll try to explain some benefits, to gather some benefits about this beautiful word. Because this word, Allah subhanahu wa ta'ala, because of La ilaha illallah, He created the universe. Because of La ilaha illallah, He created the angels. He created the mankind and jinn. Allah subhanahu wa ta'ala, He did not create anything except because of La ilaha illallah. Allah subhanahu wa ta'ala created the hellfire because of La ilaha illallah. Whoever rejected, but the hellfire for them. Allah subhanahu wa ta'ala created the Jannah because of La ilaha illallah. Whoever accepted, then he will have the Jannah. Because of La ilaha illallah, He sent the messages and He chose the prophets and messengers. Because of La ilaha illallah. And the first thing, all the messengers, they called the people,
They call to La ilaha illallah. The people against them because of La ilaha illallah. The people, they kill them because of La ilaha illallah. They got hurt because of La ilaha illallah. And also, they were firm because of La ilaha illallah. Strong because of La ilaha illallah. The first thing they call the people to it, to La ilaha illallah. And Allah subhanahu wa ta'ala not destroyed any nation before, except because they reject La ilaha illallah. So this is showing that La ilaha illallah is a great word, beautiful word. And there is nothing better than this word, the most beloved word to Allah subhanahu wa ta'ala. The greatest word to Allah subhanahu wa ta'ala. And the heaviest word and action in your scale on the day of judgment. So how many people, they stay away from this word. They keep this word away from their tongues. How easy to say La ilaha illallah. And how many people say it during the daytime or nighttime? How easy to say La ilaha illallah. And heaviest thing in your scale on the day of judgment. But how many people say it? You know, maybe in the salawat or something happened, oh, La ilaha illallah. How many people they keep this word away from their tongues, day and night? They keep this word away from their hearts, day and night. They keep this word away from their actions, day and night. Many people. And if you want to know, if you want to know good about someone, check how much meaning of La ilaha illallah he has. How much acting he acts upon La ilaha illallah, amount of iltizam and hold upon this word. We may smile to each other and we heard, oh, this brother is a beautiful brother. He's a very good brother. If you want to know good about someone, check the amount of La ilaha illallah with this person. Because, you know, he's not been created except because of this word. So amount is a measurement. To know the people, who's good and who's not, and who's better. So, as we mentioned, Allah subhanahu wa ta'ala, He creates everything because of La ilaha illallah. So bad for the oppressors, for the people who oppress themselves, they stay away from this word. Bad for the people who, they far from this word. Bad for the one who, not living with this word. Bad for the people who, negligent about this word. When Allah subhanahu wa ta'ala, went good for the abd, for his slave, Allah will give him a firmness in this life. And also, before he died. So good for the one who living with this word. The one who lived with this word, no doubt Allah subhanahu wa ta'ala will give him to say this word before he died. And the one who not living with this word, there's no hope. There's no hope at all. Allah subhanahu wa ta'ala said, when the person by to die, the one who not believing this word, the one who not living with this word, all these believers,
If you think you're not going to be judged for your actions in this life, for your life, if you think there is no reward, there is no punishment, there is no judgment, okay, stop his souls. Don't let him die. Don't let him die. And you watching him, you looking at him, don't let him die. Allah subhanahu wa ta'ala mentioned that the angels, they closer than you to him. Allah will send the angels to take the soul out. So if you want to live with this world, so this is the happiness in this life. And the one who lived with this world, so his actions always giving benefits. His speech always giving benefits. The one who not live with this world, you not see except evil actions. You not hear from him except bad language. Whoever the word of La ilaha illallah established in his heart, the root of La ilaha illallah deep in his heart, so the fruits of La ilaha illallah will be a lot all the time. That's why Allah subhanahu wa ta'ala, he gives example in the Quran. And there's many examples in the Quran. And Allah subhanahu wa ta'ala said about these examples. Allah mention example for the people. Not everyone understand it. He said, no one understand it except the people of knowledge. Except the people of knowledge. So listen to this example Allah subhanahu wa ta'ala, he gave it in the Quran. Allah subhanahu wa ta'ala told the Prophet sallallahu alayhi wa alayhi wa sallam, and the examples for him and his followers, for you brothers and sisters in Islam. Allah subhanahu wa ta'ala, he said, look to this example. The example of the believer with La ilaha illallah in his heart. Same exact, the example of the palm tree, day tree. The day tree, the roots very deep in the ground. And the rain or wind or flood, nothing affected. Because the root is deep in the ground, in the earth. And the branches is up and giving benefits. Giving benefit all the time. So Allah subhanahu wa ta'ala mentioned that the believer with La ilaha illallah, when La ilaha illallah established in your heart, you by meaning and believing, then the fruit of La ilaha illallah, good speech, good actions, manners, characteristics. So if you want to know yourself, you are a good person or bad, check your heart. Check your heart. The amount of understanding of this word. 13 years, Prophet Sallallahu Alaihi Wasallam, 13 years, he's teaching about this word. Subhanallah. And I don't think, you know, most of the people, they not study about this word 13 hours. The people not study 13 hours about this word. Oh, just, it's very simple. Prophet Sallallahu Alaihi Wasallam, 13 years, he stayed for 23 years. 13 years only for this word. And 10 years for the rest of the legislation of Islam. And ask yourself and compare it. 13 years for one word and 10 years for the ocean of Islam. Islam is the ocean. Islam is the ocean. The rules of Islam is a lot. So
13 years for this word and 10 years for the rest of the Islam. So Allah subhanahu wa ta'ala, He gave this example. He mentioned, if la ilaha illallah in your heart strong, this is there's nothing keep you firm upon the religion, keep you firm during the problems and difficulties with the fitna. There's nothing keep you away from all bad stuff more than this word. The most beautiful word, the greatest word to Allah subhanahu wa ta'ala, and strongest word. Allah subhanahu wa ta'ala give a firmness to the one who have la ilaha illallah established in his heart. When there's any doubts, Allah give him firmness. Because the amount of la ilaha illallah, Allah give him hidayah from these doubts, he's not fall to it. And also, عند ورود الشهوات, the desires, for the desire, the amount of la ilaha illallah, when something came to you, when something come to you about the dunya, about the shahawat, so the amount of la ilaha illallah defending, how much you have, how much you have. So if you have a strong system in your heart, so the doubt is not going to affect you. It's not going to affect you. If you have a strong foundation of la ilaha illallah in your heart, so the desires is not going to affect you. It's going to go somewhere else. Because you have a protection. You have a protection. You have something bigger than mountain stopping everything from you. Nothing going to affect you. So that's why Allah subhanahu wa ta'ala mentioned, when la ilaha illallah strong established in your heart, so then your actions is become beautiful actions, become mubarak actions, become good actions, and going up to Allah subhanahu wa ta'ala. And Allah accepting it. Allah loves it. Allah, He wants more from you. And He gave an example about the evil word, disbelieving Allah subhanahu wa ta'ala, and making a partner for Allah subhanahu wa ta'ala, shirk of Allah subhanahu wa ta'ala. He said, He gave an example of this word, the evil word, as the bad tree. Bad tree with the bad fruits, or a small tiny tree. You see it, looks good, looks nice, beautiful, but because there's no roots, there's no roots, anything affected. Wind, rain, anything, you know, very easy to fall. There is no fruits. There is no benefit. The same situation. The one who lives with kufr, disbelieving Allah subhanahu wa ta'ala, and making a partner for Allah subhanahu wa ta'ala, his actions hurt him, not benefit him. Whatever he do, whatever he doing, is not going up to Allah subhanahu wa ta'ala. And because of this word, Allah not guide him to do good actions. Allah not guide him to say good words. And everything you see is evil from him. Everything you hear is evil from him. And Allah subhanahu wa ta'ala not accepting anything, you know, from him. Allah subhanahu wa ta'ala not guide him in the dunya. Allah subhanahu wa ta'ala, even when he died, even not open a gate of the sky of him. Because he lives with the shirk. وَمَنْ يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَكَأَنَّمَا خَرَّ مِنَ السَّمَاءِ أَوْ تَخْطَفُهُ الطَّيْرُ أَوْ تَهْوِي بِهِ الرِّيحُ فِي مَكَانٍ سَحِيقٍ. Whoever make partner for Allah subhanahu wa ta'ala,
as the one thrown from the sky, or the birds grab it and take it somewhere, or the tornado take it somewhere else. So my brothers and sisters in Islam, this is the example Allah subhanahu wa ta'ala give it in the Quran, and think about it. It's very important for you to know that La ilaha illallah, this is the only word, keep you away from the evil. This is the only word, this is the only thing, keep you firm for the fitna, in front of the fitna, with the difficulties, with poorness, with diseases, with sickness, with anything. There is nothing stronger than this word to keep you strong. There is nothing great to make you great. There is nothing good more than this word to make you good. So think about it. أسأل الله عز وجل أن يحيينا على هذه الكلمة وأسأله سبحانه وتعالى أن يجعل آخر كلامنا في الدنيا لا إله إلا الله وأسأله سبحانه وتعالى أن يجعلنا من المقبولين وأسأله سبحانه وتعالى أن يجعلنا من المؤمنين المتقين الموحدين الموقنين بهذه الكلمة وأسأله سبحانه وتعالى أن يرزقنا الفهم الصحيح لهذه الكلمة أسأله سبحانه وتعالى أن يرزقنا الاستقامة على هذه الكلمة وأسأله سبحانه وتعالى أن يحشرنا على هذه الكلمة يوم القيامة وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.